لا يسجل التاريخ إلا المواقف والأسماء القوية التي تركت بصمتها في جبين التاريخ لتطوعه وفق إنجازاتها، ولم يكن للتاريخ أن ينسى رجلاً عمل ليخدم وطنه بحب ووفاء وإخلاص، إنه الشيخ مبارك بن عبد الرحمن بن حمد بن عبد الله آل ثاني رحمه الله. ولد هذا القائد في سنة 1953 تقريبا، ويقال في سنة 52. تعلم في مدارس قطر حتى كبر واشتد ساعده، واكتسب الخبرة العلمية ليلتحق بالقوات المسلحة القطرية. وواصل الشيخ مبارك سعيه في سبيل العلم، فدرس في المملكة الأردنية الهاشمية وتخرج منها عام 1971، ومنحه وسام الشرف ملك الأردن الراحل الملك حسين بن طلال. عاد إلى قطر كما تعود الطيور المهاجرة إلى موطنها، وعمل برتبة ملازم أول في الجيش القطري، وتدرج في عدة مراتب عسكرية. فبعد أن عمل في كتيبة طارق بن زياد انتقل ليعمل قائداً لسلاح الدروع، ثم عين رئيساً لأركان القوات المسلحة القطرية سنة 1988. يعد الفقيد الراحل الشيخ مبارك بن عبد الرحمن آل ثاني من الرعيل الأول الذين عملوا في السلك العسكري وخدمة الجيش والأركان بشكل خاص، فتاريخه في خدمة الجيش القطري كان تاريخاً ناصع البياض. أفعاله التي قدمها لهذا الوطن لا تعد ولا تحصى، وسيسجل التاريخ لهذا الرجل من خلال جهوده للارتقاء بالمجال العسكري في الفترة التي عمل بها في هذا السلك حتى تقاعده عن العمل. لم تقتصر جهود الشيخ مبارك بن عبد الرحمن آل ثاني على العمل في المجال العسكري، بل كان بارزاً في المجال الرياضي، ومنها تنظيمه لبطولة العالم العسكرية لكرة القدم في قطر سنة 1981، كما كان رئيساً لنادي الوكر الرياضي والنادي الأهلي الرياضي. عرف عن الشيخ مبارك دماثة خلقه وتواضعه الجم وابتسامته المعهودة التي لا تفارقه أبداً، وكذلك حبه لتعزيز التواصل الاجتماعي مع أهل قطر من خلال زيارته الدائمة لهم في الأفراح وفي الأحزان. كان هذا ديدنه عليه رحمة الله حتى توفي عن عمر ناهز 61 عاماً.